يعود رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من جديد إلى منصبه بعد أن ترشح للانتخابات الرئاسية مؤكدا استمرار الحكومة في أعمالها، ولكن هذه العودة تتزامن مع حبس وزيري التعليم والثقافة احتياطيا بسبب تهم فساد وإساءة استخدام المنصب العام، وهو ما طالب الدبيبة بالتريث في التعامل مع الاتهامات الموجهة إلى وزيرين في حكومته. وتم إبلاغ النائب العام بشكل مباشر. نحن لا يمكن أن نشفق مع أي مسؤول متورط في هذا في أي عملية فساد، ولا بد أن يراعى بشكل أو بآخر، ولا يمكن أن ننسى في النهاية نحن نتعامل مع مرأة ليبية عندها صغار، وتمنيت أن تكون حتى إطار التحقيق إطار بشكل لائق. عودة دبيبة تتزامن مع جهود برلمانية لوضع خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة بعد الفشل في إجراء الانتخابات وعدم تحديد موعد واضح لها، مع تقارب معلن بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وسط انتقادات مستمرة للحكومة بعدم الالتزام بإجراء الانتخابات. أعتقد بأنه يناط في مجلس النواب والدولة، طبعا نعلم جميعا بأن التوافق بينهما صعب جدا، ولكن طبعا لا مستحيل في السياسة. إن استطاع المجلسان أن يتوافقا على حكومة، فلا يمكن الحقيقة لحكومة الوحدة الوطنية أن تستمر. وتشهد المرحلة الحالية غياب الدور الناجع للوسطاء الدوليين في دعم العملية الانتخابية ومسار التسوية السياسية مع دخول العام الجديد. كل المؤشرات تنبئ بصعوبة إجراء الانتخابات في ليبيا خلال موعد قريب، مع ارتفاع الأصوات التي تطالب بوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة في غياب الدور الفاعل لملتقى الحوار السياسي الليبي. رافت بالخير، الحرة، طرابلس.